السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكتور ديكسيون الوحدة الثانية الأسابيع 6 7 8 9، يعني أن هاد القراءة الشعرية هذه غادي تبقى معنا خلال 4 ديال الأسابيع 6 7 8 9. يعني غادي نديرو الصفحتين رقم 36 37. ليكتور ديكسيون قراءة شعرية. ليغ أن بويم، أقرأو نص شعري. إذن وكالعادة دائما قبل قراءة نص شعري سنجيب عن أسئلة جو ديكوفر لو بويم، اكتشف القصيدة الشعرية. جو ديكوفر لو بويم، اكتشف القصيدة الشعرية. اوبسيرف لا بروميير كيستيون، اوبسيرف ليماج كو ريبريزونتيل. يعني في هذه الأسئلة هذه ديال جو ديكوفر لو بويم، يعني من خلال الصور والعنوان ديال القصيده، يعني كنحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله، عاد من بعد كندوزوا للقراءه ديال القصيده. اذا قال لك اوبسيرف ليماج، لاحظ الصوره. كو ريبريزونتيل، ماذا تمثل؟ اذا بالنسبه للصوره كيف ما كنشوفوا عندنا هنايا واحد المآثر او معالم، هادو الاهرام اللي كاينين في مصر، هذا برج ايفل اللي كاين في فرنسا، يعني في باريس. اذا يمكن لينا نقولوا كو ريبريزونتيل، ال ريبريزونت دي مونيمو، يعني معالم او مآثر. اذا هذا هو الجواب اللي غادي يكون عندنا. ال ريبريزونت، اوبسيرف ليماج كو ريبريزونتيل، ال ريبريزونت، هذا هو الجواب. ال ريبريزونت دي مونيمو، يعني هاد ال كتعود على ليماج، يعني الصوره. ممكن نقولوا ليماج ريبريزونت دي مونيمو، او بيان ال ريبريزونت دي مونيمو، يعني تمثل معالم او مآثر. ندوزو دابا لا كيستيون نيميرو 2. كيلي لو تيتر دو بويم، ما هو عنوان القصيده الشعريه؟ اذا في العنوان عندنا تور افال، هذا هو العنوان ديال القصيده الشعريه. تور افال، تور افال، هذا هو العنوان ديال القصيده الشعريه. ندوزو لا كاستيون نيميرو 3. دي دو كيل مونيمون il s'agit، يعني عن اي معالم او مآثر يتعلق الامر. اذا بطبيعه الحال كيف ما قلنا عندنا الاهرام اللي كاينين في مصر، لي بيراميد، وعندنا لا تور ايفل، يعني برج ايفل اللي كاين في باريس او في فرنسا. دونك هنايا لا ترويزيام كيستيون، il s'agit de la tour Eiffel et des pyramides، يتعلق الامر ببرج ايفل وبالاهرام. هذه بالنسبه للسؤال رقم 3. ندوزو دابا لا كيستيون نيميرو 4. او سو تروف سي مونيمون، فين كيتواجدوا هاد المعالم هادو؟ كيف ما قلنا لا تور ايفل سو تروف ان فرانس، كتواجد في فرنسا. لا تور ايفل سو تروف ان فرانس، يعني في فرنسا وبالضبط في باريس. Elle est pyramide. Ne m'expliquez pas les pyramides. La tour Eiffel se trouve en France. Elle est pyramide en Égypte. Elle est pyramide. La tour Eiffel se trouve en France. Elle est pyramide en Égypte. هذا بالنسبة للسؤال رقم 4. ندوزو دابا للسؤال رقم 5. سور ليماج، يعني في الصورة، لي بيراميد اون دي بي اي دي زيو، اتون افي بوركوا؟ يعني في الصورة عندنا الأهرام عندهم دي بي، يعني رجلين، وعندهم العينين دي زيو. قال لك في نظرك لماذا، في نظرك علاش؟ يعني بالنسبه لي، يعني كل واحد غادي يقول النظر ديالو. بالنسبه لي انا ممكن نقولوا بور ils ont des pieds pour marcher، ils ont des yeux pour voir، يعني داير لهم، يعني بانهم كيمثلهم بانهم راه كيتمشاو وكيهضروا وكي هذا، يعني بحال انهم راهما شي شخص. دونك ا مون افي ils ont دي بي، يعني في نظري بان عندهم دي بي رجلين، اي دي زيو العينين، بور فوار اي مارشي باش يشوفوا ويتمشاو. دابا هنا يبقى لنا لا كيستيون نيميرو 6.
Qui est l'auteur de ce poème? يعني من هو الكاتب ديال هاد القصيدة الشعرية اللي كنسميوه لو بويت اللي كنسميوه الشاعر؟ هنايا عندنا ألان دو بغواز. ألان دو بغواز هذا هو لو بويت، هو الكاتب ديال القصيدة الشعرية، هو اللي غادي نكتبو. غادي نجيو للرقم 6 ونكتبو ألان دو بغواز، هو سي لو بويت. ندوزو دابا للقراءة ديال النص الشعري. إذن كيف ما ولفنا كنديرو جوج ديال القراءات. القراءة الأولى مع الشرح المبسط جدا، والقراءة الثانية كتكون قراءة عادية. تور إيفل، برج إيفل. إذن كيف ما قلنا بأن هاد برج إيفل كاين في فرنسا، بالضبط في باريس، وتسمى برج إيفل نسبة إلى المهندس اللي دارو، سميتو إيفل نسبة إلى هذاك المهندس اللي صممو واللي بناه. دونك غادي نبداو القراءة. طونطو أحيانا تي سوغي أبيتي، أحيانا غادي تكون مسكون، يعني غادي يسكنوك، باغ أن مليون دوازو، يعني غادي تكون مسكون بمليون ديال العصافير، يعني المليون ديال العصافير اللي غادي يجيو يعشو فيك. يعني هنايا هاد لو بويت كيهضر مع برج ايفل، كيهضر مع برج ايفل. طونطو تي سوري ابيتي باغ ان مليون دوازو، يعني احيانا غادي تكون غادي يسكنوك مليون ديال العصافير. طونطو تي سوري ابيي، احيانا غادي تلبس، يعني غادي تكون لابس دو فلور دو فوي، يعني ورود دو فوي، يعني اوراق، اي دو فروي وفواكه. طونطو تي سوري ابيي، يعني احيانا غادي تكون لابس او مكسو بورود دو فلور دو فوي اوراق et de fruits ou fawakeh. Tantôt tu quitterais Paris, ahyanan satughadir Paris, satughadir Paris hiya asimat Fransa, au milieu de la nuit, yani fi wasat layl. Au milieu de la nuit fi wasat layl, pour partir seul sur la mer, bach tmchi bouhditek ala lbahr. Peut-être aussi, yani, يمكن, peut-être aussi penserais-tu, يمكن أنك تفكر, penserais-tu à inviter, تفكر تعرض les pyramides, تعرض على الأهرام اللي قلنا كاينين في مصر. Au moins une fois l'an, يعني على الأقل مرة في سنة. Au moins une fois l'an, à l'aqal marra fi sana. Et vous ririez bien ensemble. Ou ghadi dhkou mzyan mjmou'in. Débaillir les parisiens. Yani annakoum ghadi tfajou les parisiens, yani nnes li saknin f Paris. Qui ne croient jamais à rien. Li mekki sdqou حتى شي حاجه، يعني انكم غادي تفاجئوهم، غادي تفاجئوا الباريزيين، حيت غادي يشوفوا يعني الاهرام مع برج ايفل مجموعين، يعني هذه شي حاجه اللي زعما لا تصدق. كي نو كرو جامي زاريان، اللي ما كيصدقوهم حتى شي حاجه، يعني لي باريزيان نو كرو جامي اريان، ما عمرهم كيصدقوا شي حاجه. نعاودوا نديروا القراءه اخرى. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Tantôt, tu serais habité par un million d'oiseaux. Par un million d'oiseaux. Tantôt, tu serais habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. De fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitterais Paris. Tantôt tu quitterais Paris. Au milieu de la nuit.
pour partir seul sur la mer. Peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Au moins une fois l'an. Et vous ririez bien ensemble. La liaison. Et vous ririez bien ensemble. Débaillir les Parisiens. Qui ne croient jamais. La liaison. Jamais à rien. Qui ne croient jamais à rien. D'abord, on dit j'enrichis mon lexique. Orni moi j'aime. Nous voyons les kalimat li عندنا هنا. نقراوهم ونفهموهم يعني راح نشرحناهم في النص في القصيدة الشعرية ما فيها بس نوليو نعودوهم جونغي شيمون لكسيك أغني معجمي عندنا اون تور يعني برج أو كنقولو برج أو صومعة كنقولو لا تور حسن صومعة حسن أو لا تور إيفل يعني برج إيفل ان إديفيس باتي أون هوتور يعني واحد البناية اللي مبنية عالية مبنية بالعلو بحال برج إيفل ان إديفيس باتي اون هوتور يعني واحد البناية اللي مبنية في العلو رقم 2 عندنا إيفل او لا إيفل يعني لو نون دو لانجينيور يعني برج إيفل هو لو نون دو لانجينيور يعني تسمى على داك الاسم ديال المهندس كي ا كونستروي لو تور لا تور إيفل يعني تسمات على داك المهندس اللي بنى لا تور إيفل ندوزو لثلاثة اون بيراميد الهرم غران مونيمون يعني واحد البناية كبيرة أو معلمة كبيرة أباز كاري يعني القاعدة ديالها مربعة دون لي كاتر فاس سون دي تريونغل الواجهات الأربعة على شكل مثلث بحال إلا درنا بحال هكدايا مثلا يعني القاعده كتكون بحال هكدايا على شكل واحد المربع هكذا وجايه بحال هكدايا ما بيناش مزيان خصني نكبرها شي شويه مثلا الا قلنا بحال دابا القاعده هكا وهذوك الجوانب غادي يجيو بحال هكذا اذا هنايا ها هو هذا وجه يعني اربعه ديال الوجوه غادي يكونوا على شكل مثلث هذا وهذا وهذا والاخر اللي من لهيه وهذه خلاص القاعده على شكل مربع اذا عندي ايبايغ يعني ايطوني سيدهش او سيفاجئ ندوزو دابا للصفحه رقم 37 صفحه رقم 37 جيكوت اي جو كومبرون يعني استمع وافهم لا كيسيون نيميرو 7 ا كي parle le poète يعني لمن او لا مع من يتحدث الشاعر لمن مع من يتحدث الشاعر اذا طبيعه الحال كيف ما شفنا في النص بانه كيهضر مع لا تور ايفل كيهضر مع لا تور ايفل كيقول لها طونطو تي سوري ابيتي يعني احيانا غادي تسكني من طرف يعني مليون ديال العصافير احيانا غادي تكوني مكسوه بالورود الاوراق والفواكه دونك ا كي بارل لو بويت il parle il parle à la tour eiffel دوزو رقم 8 اكري فري او فو يعني اكتب واش خطا ولا صحيح غادي نقراو الجمل ونشوفوا اللي خطا غادي نكتبوا لها فو واللي صحيحه غادي نكتبوا لها فري نشوفوا لا تور ايفل سوري ابيتي بار ان مليون دانسكت يعني برج ايفل غادي يسكنوه مليون ديال الحشرات لا فو اذا غادي نكتب فو خطا ماشي مليون ديال الحشرات ولكن مليون ديال العصافير لا تور ايفل سوري ابيتي بار ان مليون دوازو صحيح لا تور ايفل غادي تسكن من طرف مليون ديال العصافير فري سي
La tour Eiffel serait habitée par 1 million d'animaux. La tour Eiffel غادي تسكن من طرف مليون ديال الحيوانات فوق. خطأ. دابا رقم 9. De quoi sera composé l'habit que portera la tour Eiffel? يعني منين غادي تكون يعني سورا يعني في الفوتور منين غادي تكون هذاك اللباس اللي غادي تلبس la tour Eiffel. كيف ما شفنا فاش قال لها لو بويت تي سوري ابيي دو فلور دو فوي اي دو فروي يعني غادي تلبسي او غادي تكوني لابسه دو فلور دو فوي اي دو فروي اذا غادي نكتبوا دو كوا سو كومبوز لا بي كو بورتورا لا تور ايفيل اذا غادي نكتبوا il se compose او لا il sera composé عندي لو فيتور il sera composé يعني هاد il كنهضروا على لا بي il sera لباس Il sera composé. Il sera composé de fleurs. Elimina l'ourod. De feuilles. Awrak. Et de feuilles. Et de fruits, par exemple. Et de fruits. Wa fawake. Yani wurud, awraq, wa fawake. Et de fruits. Deuxième, la question numéro 10. Qui va accompagner la tour Eiffel dans son voyage sur la mer? Yani chkoul li ghadi yrafq le bourj dial Eiffel f safar dialha يعني في البحر اذا كيف ما قال لها لو بويت يعني الشاعر قال لها pour partir seul sur la mer يعني انها غادي تمشي بوحديتها دونك غادي نكتبوا elle voyagera seule يعني هي غادي تسافر بوحديتها خصني ندير لو فيتور لان هاد هاد لو بويم هذا يعني في الفيتور يعني عاد قال لها غادي تمشي بوحديتك Tu quitterais Paris, ni regretterais Paris, ni le futur. Elle voyagera, donc tu pourras le futur. Elle voyagera, c'est tu sais seule, wahdaha. Elle voyagera seule. La question numéro 11, quel monument va-t-elle inviter ni شنو هما المعالم اللي غادي تعرض عليهم؟ Elle va inviter les pyramides, غادي تعرض على الأهرام. Elle va inviter ونحاولوا اننا نصوبوا جمل مقاده يعني ماشي ما نكتبوش يعني ما نجاوبوش غير بكلمه لي بيراميد ما امكن نحاولوا نجاوبوا بجمل elle va inviter les pyramides Deuxième, la question numéro 12. Que feront la tour Eiffel et les pyramides ensemble? Je n'aurais dit du rôle Burj Eiffel ou les pyramides m'jmouen. Qui fait m'jmouen? Ben, ils vont rire bien, bien. Et n'y a dit d'hko m'zien. Fais je galle le poète. Et vous ririez bien ensemble. Et n'y a dit d'hko m'zien m'jmouen. Elles vont rire ensemble. Et n'y a dit d'hko m'jmouen. Elles. هنا غادي نديرو الاس ديال ال فون غير هنا درنا ال فيمينا علاش لان لا تور ايفيل فيمينا ولي بيراميد حتى هي راه فيمينا كنقولو اون بيراميد يعني في المفرد اون بيراميد يعني بحال هنا عندنا كلشي في المؤنث ال بيراميد ال فون غير هنا ما درتش فون ال فون غير Elles vont rire ensemble. Elles vont rire ensemble. La question numéro 13. Comment seront les Parisiens? Comment seront les Parisiens? Niki fash radi kono les Parisiens, nas dial li kiskounou f Paris, radi kono mendehchin, innahom radi yechoufou la Tour Eiffel مع les pyramides, ou aidan houma ma kisdqou hatta chi haja, donc radi kono mendehchin. Elles vont, ils seront les Parisiens, ils seront, يعني هنايا كنهضروا على les Parisiens, ممكن نديروا les Parisiens ou l'indiro ils, ils seront,
étonné. غادي يكونوا متفاجئين أو لا مندهشين. دابا جيتيدي لا فورم دو بويم، غادي ندرسو الشكل ديال القصيدة الشعرية. La question numéro 14. Combien de strophes le poème est-il composé? يعني les strophes هما الفقرات الشعرية. فقرات شعرية يعني فقرة شعرية كتكون ليا strophes. De combien de strophes le poème est-il composé? غادي نمشيو للنص الشعري باش نحسبوهم. لأن هادو هادي سيت اون ستروف يعني فقرة شعرية، هادي حتى هي فقرة شعرية، هادي فقرة شعرية، هادي فقرة شعرية ستروف، وهادي حتى هي ستروف. إذن غادي نشوف شحال عندي من ستروف. أن دو تخوا كاتر إي سانك، خمسة ديال لي ستروف اللي عندي، لأن كيما قلنا ستروف هي فقرة شعرية. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة. إذن هاد السطر هذا كنسميوه أن فيغ يعني بيت شعري، وفقرة كنسميوها اون ستروف يعني فقرة شعرية. إذا كيف ما قلنا عندنا وان دو تخوا كاتر سانك. دونك غادي نديرو إما نديرو لو بويم سو كومبوز أو بيان إل سو كومبوز، إل سو كومبوز دو يعني يتكون من شحال قلنا سانك ستروف، فيه خمسة ديال الفقرات الشعرية راح حسبناهم. ندوزو دابا السوليني، عندنا واحد الغابيل بعدا. إذن عندنا غابيل تذكير. ان ديستيك ات اون ستروف دو دو فيغ اون بويزي، يعني ديستيك هي يعني فقرة فيها جوج ديال الأبيات الشعرية، يعني جوج ديال السطورة. ان ديستيك هي واحد الفقرة شعرية فيها جوج ديال السطور، جوج ديال الأبيات الشعرية، دو فيغ. يعني هادشي كنهضرو على القصيدة. ان تيرسي، ان تيرسي هي اون ستروف، يعني هي واحد هي واحد الفقرة شعرية دو تخوا فيها ثلاثة ديال لي فيغ اون بويزي، ثلاثة ديال الأبيات الشعرية. دابا قالك في رقم 15 سوليني لي ديستيك دو بويم، قالك سطر على لي ديستيك دو بويم يعني الفقرات الشعريه اللي فيهم جوج ديال الابيات. ومن بعد باش نصاوبو 15 و 16 لان غادي نصاوبوهم في الصفحه الاخرى، رقم 16 سوغليني لي تيرسي دو بويم، قالك غادي ابريز او اظهر لي تيرسي دو بويم يعني الفقرات اللي فيهم ثلاثه ديال الابيات. غادي نصاوبو 15 و 16 في في في, في القصيده. اذا غادي نشوفو لي ديستيك. اذا عندي هادي سيتان ديستيك يعني فيها جوج ديال الابيات، غادي نسطرو عليها لان قالك سطر على لي ديستيك. هادي ان ديستيك فيها جوج ديال الابيات، هادي حتى هي ان ديستيك حتى هي فيها جوج ديال الابيات. اذا هادو هما لي ديستيك اللي عندي في هاد القصيده هادي. الاخرين كاملين فيهم، هادي فيها جوج، هادي فيها جوج، هادي فيها ثلاثه، هادي فيها ثلاثه، هادي فيها ثلاثه. هاد لي ستروف هادو عندي هنا ثلاثه، هنا ثلاثه، هنا ثلاثه، هاد لي ستروف اللي بقاو. اذا غادي نشوفو لي تيرسي دابا. لي تيرسي لي ستروف اللي فيهم ثلاثه ديال الابيات، اذا هادي فيها ثلاثه، هادي فيها ثلاثه، وهادي فيها ثلاثه. اذا قالك ديرهم بينهم بحال بالماركور ولا بشي حاجه. غادي نحاولو نديروهم بحال هكدايا، واخا هذا ما كيصاوبش مزيان ولكن غادي نحاول نديرو به بحال هكدا. اذا هادي كاينه هادي وكاينه هادي. هي فيها ثلاثة وكاينه هادي حتى هي. نعاودو نقدو هادي وبدا كيتقاد دابا شويه. نقدو دابا عاوتاني هادي الثالثة. اذا هادي الاولى ان تيرسي، وحتى هذا ان تيرسي، وحتى هذا ان تيرسي. اذا دابا شفنا ديستيك وشفنا تيرسي، كنديرولهم بحال هكدايا. اذا حنايا سطرنا على لي ديستيك، عندنا جوج، هادي وحده وهادي وحده. ديستيك كما قلنا هي واحد ستروف اللي فيها جوج ديال الابيات، هادي ستروف فيها جوج الابيات، فيها جوج ديال لافير. هادي حتى هي ستروف فيها جوج الابيات، سطرنا عليهم.
بالنسبه لي تيرسي هما هادو اللي فيهم ثلاثه ديال الابيات حنايا بينهم قال لك سور لين يعني ابريز. دابا غادي نمشيو للصفحه رقم 37 باش نكملوا الاسئله ديالنا. لا كيسيون نيميرو 17 ديكوب لو فير اون سيلاب طونطون تي سوري ابي. غادي نقسمو غادي نقطعو هاد البيت هذا سيت ان فير هذا واحد البيت شعري غادي نقسمو لي سيلاب. اذا غادي نديرو طونطون يعني غادي نقسموه هنا نكتبو هنايا بالتقسيم. عندنا طونطو اذا عندنا طون هذا سيلاب وعندنا عاوتاني طو سيلاب. اذا هاد طونطو كنقسموها هنايا طون هكا طون تو هادي سيلاب هنايا سو غي كنقولو سو غي اذا كنوقف هنا سو غي اذا سو بوحدها سو بوحدها و غي بوحدها. ا بي ي عندي ثلاثه ديال الاصوات ا بي و ي اذا عندي ا عندي بي وعندي اي نكملو هنا. دابا شحال عندنا ديال السيلاب 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا 8 ديال السيلاب في هاد لو فيغ هذا. ندوزو جو دي بيان لو بويم يعني اقرا جيدا القصيده الشعريه. ديكوب اون سيلاب قال لك قطع غادي نكملو التقطيع هنايا ديال السيلاب طون تو اذا عندي طون بوحدها تو تو كيت تو غي باري اذا هنا خصني نقطع هادي حتى هي غي باري او مي اذا هنايا او بوحدها او مي ليو هنايا نقطع دو لا بوحدها نوي حتى هي بوحدها صوت بوحدو بور بارتير سول سور لا مير. دابا مارك لي بوز غادي نشوفو التوقفات اللي غادي نوقفو. بوتيتر اوسي بوتيتر اوسي هنا نوقف غير شويه حيت عندي غير شرطه وحده. بوتيتر اوسي بونسيري تو ا انفيتي لي بيراميد او موان اون فوا لان. هنا عندي جوج شرطات كنوقفو هنا بزاف. نعاودو بوتيتر اوسي بونسيري تو à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. يعني غادي تقرا وغادي تحترم ديك لي ليزون لي كنديرو هنايا. Et vous ririez bien هنايا عندي ان مع الاو bien ensemble. Et vous ririez bien ensemble. Débaillir les parisiens qui ne croit jamais à rien. Dire هنا la liaison le s مع ال a à rien qui ne croit jamais à rien. نعاودو et vous ririez bien ensemble. Débaillir les parisiens qui ne croit jamais à rien. إذن هكذا كنكونو سالينا صحتين ديالنا رقم 36 و 37. شكرا جزيلا على المتابعة. إذا كنتو استفدتم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة إذا كنتو مازال ما شاركتوش. تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوه. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.